تعد تجربة مملكة البحرين في توظيف التقنيات الحديثة في الجانب الصحي تجربة وطنية متميزة، لا سيما فيما يتعلق بدعم الجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا عبر منظومة تطبيق مجتمع واعي، إذ أصبح التطبيق منصة موثوقة تواكب متطلبات الوضع الصحي بمختلف مراحله في المملكة ويلبي كافة الاحتياجات ذات العلاقة بالجائحة سواء للأفراد أو المسجلين فيه من الجهات المعنية ذات العلاقة. ويعمل تطبيق مجتمع واعي على المساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا في مملكة البحرين من خلال المساعدة في ضمان تدابير التباعد الاجتماعي ورصد المخالطين وعرض مرافق الرعاية الصحية والطبية، إلى جانب تقديم خدمات متعددة تتعلق بالتطعيم والفحص المختبري.